النهاردة بإذن الله هنستكمل الجزء الثاني من الارتيريال بلاد بريشر ريجوليشن. هفكركم بالجزء الاول، اتكلمنا عن الديفينيشنز سيستوليك دايستوليك بالس بريشر مين ارتيريال بريشر، فيسيولوجيكال فاكتورز افكتنج بلاد بريشر سواء تزوده او تقلله، اتكلمنا عن الديترماينانس، عن خريطة الريجوليشن شورت انترميديت ولونج تيرم، اتكلمنا عن البارو ريسبتور وده اول جزء من النيرفس شورت ريجوليشن بالتفاصيل، بارو ريسبتور ريفلكس زائد الافكت على الريسبيريشن والتغيرات اللي بتحصل لما الضغط بيعلى سواء كان مايلد او سيفير او الضغط بيقل، كاروتيد ساينس سيندروم، واتكلمنا عن ازاي نقيم البارو ريسبتور اكشن، وفي النهاية اتكلمنا عن انواع البارو ريسبتورز اتريال نوعين وفنتريكولر وبازلد جارش ريفلكس. النهاردة هنستكمل الشورت تيرم انترميديت اند لونج تيرم ريجوليشن. تاني حاجة في الشورت تيرم ريجوليشن هو بيريفرال كيمو ريسبتورز. قلت لكم الفيديو اللي فات لازم نفهم معنى كل كلمة. كلمة كيمو معناها تغير كيميكال كيميائي. ايه علاقة الكيميكال بضغط الدم؟ لو زاد الكربون دايكسايد ده فازو دايليتور، هيوسع الفاسل فيقلل الضغط. فالبريفرال كيمو ريسبتور سنسيتيف لما الاكسجين يقل كبريشر او السي او 2 يزيد. كلنا عارفين ان الريسبتور ده ذكرناه في ريسبيريشن من قبل. طب السؤال بقى، الريسبتور ده سنسيتيف لما الضغط يقل، وده اللي احنا قلناه الفيديو اللي فات. طب سؤالنا يا دكتور موجود فين وهيتصرف ازاي؟ ارجع للي انا قلته الفيديو اللي فات، كلمة ريفلكس هو رد فعل، وقلنا لكل فعل رد فعل. الفعل هو الاستيمولس هيقل ضغط الدم، بس لازم يبقى كلامنا منطقي. يقل ايه؟ سيستوليك ولا دايستوليك؟ اقول لك يقل المين ارتيريال بريشر، متوسط الضغط. دايما بنتكلم على ام اي بي، على الافريج. كلامنا مش سيستوليك او دايستوليك. المين ارتيريال هيقل عن 80 مليمتر مركري. طب الريسبتور موجود فين؟ فاكر الارش اوف ذا اورتا؟ موجود في الارش اوف اورتا، بس المره دي انا هسميه مش باسم المكان اورتيك ارش، هسميه على اساس حجمه. الريسبتور صغير جدا، عامل زي الحمصه الصغيره، فاقول اورتيك بادز. طيب وهنا فاكر الكومن كاروتيد ارتري؟ برضو هيكون فيها بادز، الدايرتين الصغيرين في الكومن كاروتيد وفي الارش اوف اورتا هنسميهم اجسام كاروتيد اند اورتيك بادز. افتكر معايا البارو ريسبتور كان اورتيك ارش، وهنا كان في كاروتيد ساينس الانتفاخ. طب الريسبتور ده هل متصل مباشره بالبرين جنبه؟ تقولي لا، لازم نبعت الاكشن بوتنشال عن طريق اعصاب الاعصاب بتاعتنا، اكس اللي هو 10 الفيجاس، العصب ده افرنت من الاورتيك بادز، و9 جلوسوفارينجل بينقل السيجنال من الكاروتيد بادي الى المظله. طب المظله اتفقنا ان فيها تو سنترز، كاردياك انهيبيتوري سنتر اختصارها CIC وفازو موتور سنتر
اختصاره VMC. طب تعالى افكرك بالفيديو اللي فات بسرعة. كاردياك انهيبيتوري من اسمه بيعمل ايه؟ تقولي بيوقف الكاردياك اكتيفيتي، نشاط القلب. طب هل انا عايز نشاط القلب يقل فالهارت ريت يقل فيقل كاردياك اوت بوت فيقل الضغط كمان وكمان؟ تقولي لا، ده انت الاستيمولس عندك ان المين ارتيريال بريشر قليل، يبقى لازم الكاردياك انهيبيتوري سنتر لازم نعمل له انهيبيشن. ده مهم قوي، لازم نوقف السي اي سي ونشغل الفازو موتور سنتر. ده الشيء المبدئي بالنسبة لي. طب السؤال المهم، طب الفازو موتور سنتر لما نشغله ازاي هيعلي الضغط؟ فازو موتور من اسمه سنتر يتحكم في اي بلاد فيسل، في ارتري وفين. طيب على يعني الارتري هيعمل فازو كونستريكشن، يضيق الفيسل فيعلي الضغط. طب ده الريسبونس. طب وعلى الفين؟ يعمل فينو كونستريكشن. خلي بالك انا بضيق الفين بلو ذا ليفل اوف ذا هارت، ودي نقطه مهمه قوي، بضيقه عشان ازود المين سيركيولاتوري بريشر، ده نقطه مهمه. واذا زاد الام سي بي هيزيد الفينس ريتيرن، ده شيء طبيعي. بص بقى، جيت عند الفي ار وعملت علامه عالي قوي، معناه انه زاد، زاد الفينس ريتير، القلب اتملى اكتر. ايه اللي هيحصل جوه الفنتريكل؟ 3 هيزيدوا اند دايستوليك فوليوم، وده منطقي لان القلب اتملى اكتر، فيزيد الستروك فوليوم، فيزيد الكاردياك اوتبوت. وطالما كاردياك اوتبوت زاد بالمعادله اللي قلناها الفيديو اللي فات، كاردياك اوتبوت تايمز توتال بيريفيرال ريزيستنس يساوي ارتيريال بلاد بريشر، فيعلى ضغط الدم. خلي بالك انه لازم عشان الضغط يعلى مبني على كاردياك اوتبوت وتوتال بيريفيرال ريزيستنس. طب النهارده هنيجي نتكلم على مقارنه مهمه قوي بين ادرينالين ونور ادرينالين، مين فيهم بيعلي ضغط الدم، مين بيتحكم في التوتال بيريفيرال ريزيستنس اكتر، بلس بريشر اكتر، كل الكلام ده هنعرفه. طيب الجزئيه بتاعت البيريفيرال كيمو ريسبتور ذكرناها قبل كده في الريسبيريشن، قلت لك اورتيك بادز كاروتيد بادز سنسيتيف اساسا لنقص الاكسجين بريشر وزياده الهيدروجين ايون، لانه ما بيعديش البلاد برين بارير، والكربون دايوكسيد از ا ويك استيمولس. عشان كده الطالب الشاطر النهارده لما يسمع بيريفيرال كيمو ريسبتور يقول لي انا هفكر في حاجتين، يا اما الريجوليشن اوف الريسبيريشن، ده مهم جدا، فاكر كان كيميكال ريجوليشن، او افكر في ازاي ننظم ضغط الدم. طب يبقى ده تاني حاجه نيرفس في الشورت تير، اول حاجه بارو ريسبتور بالتفاصيل، وتاني حاجه بيريفيرال كيمو ريسبتور، تالت حاجه بقى سيريبرال اسكيميا. وهنا عايزين نقف شويه، احنا اتفقنا ان المين ارتيريال بريشر اذا قل عن 80 مليمتر ميركوري هيشتغل البيريفيرال. كلمه بيريفيرال اللي هو الطرفي، الريسبتور البعيد عن البرين ستام، عن مراكز التحكم. طيب في نقطة مهمة، نفترض المين ارتيريال بريشر قل عن 50 مليمتر ميركوري، ايه ده؟ ده قل اكتر واكتر، يا ترى مين هيتأثر؟ اللي هيتأثر هو البرين. هنا هيتأثر البرين ليه يا دكتور؟ كل ما بتقلل متوسط ضغط الدم، الفلو اللي رايح للفيتال اورجنز هيقل،
وده ماشي مع قانون أومز لو اللي ذكرناه في الانترودكشن من قبل، ان الفلو يتناسب مع البريشر جريدينت. قل البريشر جريدينت هيقل الفلو. عشان كده العنوان بتاعنا سيريبرال اسكيميا، تالت عنوان نيرفس في الشورت تيرم. عشان نعد مع بعض، ما زلنا في الشورت تيرم ريجوليشن. عايزك تركز معايا في حاجه، ازاي البرين اتحرم من الدم؟ البرين عشان يتحرم من الدم ممكن يكون السبب ورم في المخ. البرين تيومر، دايما الورم بيضغط على الفيسلز، في تكاثر بشكل مهول، شكل غريب جدا، سرطان، قسمات كبيره قوي، يضغط على الفيسل. طب لما يضغط هيعمل ايه؟ يعمل بليدنج، هيعمل نزيف. انا بضغط، انا هنا في نزيف، طب الفيسلز بيتقطع، طب والنزيف يعمل ايه في ضغط المخ؟ يعلي. دايما البليدنج في البرين يعلي ضغط المخ. خلي بالك انا قلت الضغط جوه المخ، ما قلتش يعلي الضغط في الجسم بصفه عامه، لا. وده اللي بيميز نزيف المخ عن اي نزيف اخر. اي نزيف اخر في الجسم عامه هيقلل ضغط الدم، اما نزيف المخ لا، هيزود البريشر انترا كرينيال، انا هزود الضغط جوه. دي نقطه مهمه. هتقول لي طيب لما الضغط زاد اخبار الهارت ريت ايه؟ ارجع وافتكر معايا ميرز لو الفرنسيه اللي قالت اذا زاد ضغط الدم هيشتغل البارو ريسبتور، والبارو ريسبتور هيشغل الكاردياك انهيبيتوري سنتر فيقلل الهارت ريت. وقلنا دايما اذا زاد الهارت ريت يزيد الضغط، والعكس غير صحيح، ودي نقطة قلناها الفيديو اللي فات. طب السؤال المهم، انت بتقولي ان الفلو اللي رايح للبرين قل، مين اللي هيتأثر؟ فازو موتور سنتر. الفازو موتور هو اللي بيتحكم في كمية الدم اللي رايحة لأي أورجن. بالك وانا جوه البرين وانا واصل لي دم قليل، من مصلحتي ان انا اعلي الضغط في الجسم بصفة عامة علشان يزيد الفلو في الجسم برضو كله ويوصل لي اللي انا عاوزه. لان طلبة كتيرة فاهمة المعلومة غلط، ان الـ VMC ده شغال من غير فلو، يعني هو كده كده بيتحكم في الفيسلز. لا، ما انا عشان ابعت سيجنال تنزل لللاترال هورن سيل اللي هو الاوريجين اوف اوتونوميك، ويخرج ايفرنت بري جانجليونيك ثم بوست جانجليونيك يتحكم في البلاد فيسلز اوتوماتيك، انا محتاج تشغلني ببلاد فلو كفايه. عشان كده الـ VMC قال لنا ما تقلقوش انا اللي هظبط الامور. فسالناه هتظبطها ازاي؟ قال انا جوايا اربع ارياز، اربع اماكن جوه الـ VMC. مكان يحس بالاسكيميا، يقولك اسكيميك اريا، مكان يحس بحرمانه بالبلاد فلو، ده مكان، ومكان يتصرف من خلاله. يعني شوف ربنا بعظمته عمل ايه، عمل الارياز زي فكرة سنسوري وموتور، حسي وحركي. حس الاول بالمشكلة ثم اتصرف. قال لك انا حسيت بالاسكيميا، اسكيميك اريا. طب تتصرف ازاي يا VMC؟ قال عادي، بصوا على اسمي وانتوا تفهموا، انا فازو موتور، يعني اضيق الفيسل. طب اضيق يبقى انا بعلي البريشر. عشان كده في اريا جواه اسمها بريسور اريا. بريسور جاي من كلمه بريشر او الضغط. انا جوايا اسكيميك اريا، جوايا سنسوري اريا، جوايا بريسور اريا، دي مهمه. طب الارياز دي عملت ايه؟
سترونج فازو كونستريكشن، فزاد ضغط الدم، فزاد البلد فلو للفازو موتور سنتر. كلام ماشي بمنطقية. وإذا زاد البلد فلو اللي رايح لي هشتغل بقى زي ما أنا عاوز. طب في نقطة مهمة، إزاي أعرف إن أنا عندي نزيف في المخ أو لا؟ قال لك بشكل بسيط، قيس ضغط الدم والهارت ريت كل ساعتين متابعة. دايما واحنا دكاترة امتياز علمونا الفيتال ساينز، الحاجات الأساسية، نبض، ضغط، حرارة. قيس ضغط الدم والنبض باستمرار. إذا الضغط عمال بيزيد والهارت ريت عمال بيقل يبقى ده نزيف في المخ. على طول نزيف في المخ لازم تحط المريض تحت الملاحظة، ده مهم جدا. طب أنا شاكك إن عنده نزيف ولقيت العكس، ضغط الدم بيقل والهارت ريت بيقل، إيه الكلام ده؟ لا يمكن يبقى نزيف في المخ. طبعا اللي اكتشف موضوع البرين تيومر وعلاقته بالإنترا كرينيال بليدنج وإنترا كرينيال بريشر هو كوشينج ريفلكس، العالم الإنجليزي المشهور. الرجل ده هنتكلم عليه في فيديوهات الإندوكراين لأنه اكتشف مرض اسمه كوشينج، دي على اسمه برضو ودي حاجة تانية. طب نيجي بقى نقول حاجة مهمة، انت دلوقتي الإسكيميا قد يكون ليها كذا سبب، ورم في المخ ممكن، أو نزيف من البداية ممكن، سواء ده أو ده قلت لك في النهاية هيقل الفلو للفازو موتور سنتر. طالب مرة سألني سؤال حلو قوي، هو ليه الـ VMC اضطر إنه لازم يشتغل؟ هقول له لأن دي آخر محاولة للبقاء، آخر محاولة ليك للحياة. It is the last ditch. كلمة ditch معناها attempt، آخر trial وهتموت. طب ليه؟ لأن في معلومة مهمة عايزين نبروزها دلوقتي. أنا عايز أمنع الـ death of brain neurons. الأعصاب أو خلايا المخ لا تتحمل الإسكيميا 3 دقائق، مش هتتحمل الإسكيميا دي، عشان كده لازم تحاول ودي فرصتك الأخيرة. طيب كده إحنا اتكلمنا عن نيرفس شورت تيرم ريجوليشن، تعال بقى نتكلم عن الهرمونال رابيدلي أكتينج هرمونز. دايما الشورت تيرم هما 3 عناوين نيرفس، بارو ريسبتور ذكرناها الفيديو اللي فات، بيريفرال كيمو ريسبتور قلناها النهاردة، زائد النقطة التالتة هو السيريبرال أو سي ان اس اسكيميك ريسبونس. هرمونال بقى هتكلم على 3 عشان كده عملت لهم الخريطة دي. كاتيكولامينز أدرينالين ونور أدرينالين، وأنتي دايوريتك هرمون، ورينين أنجيوتنسين سيستم. طيب نبتدي الأول بالكاتيكولامينز. قلت لك إن في جدول مقارنة بين الأدرينالين والنور أدرينالين، عايزك تلاحظ مزايا كل هرمون منهم. طبعا البداية النور أدرينالين هو المين chemical transmitter of sympathetic post ganglionic، انا الاساسي. طيب عشان اتحول الى ادرينالين يبقى انا محتاج ميتابوليك اكتيفيتي اعلى، الكلام ده قلناه اثناء الاوتونوميك. الادرينالين بيزود الهارت ريت والستروك فوليوم والكاردياك اوت بوت. ايه ده؟ يعني هو متخصص جدا في الثلاثة دول. فطالب قال طب ليه؟ قلت له ان الريسبتور اللي على الوول اوف ذا هارت او الفنتركل بشكل خاص هو البيتا 1 ريسبتور. الادرينالين اقوى من النور ادرينالين نسبيا في مسكته في البيتا 1 ريسبتور.
طالما انا اقوى نسبيا يبقى شيء طبيعي الاكسايتاتوري افكت بتاعي على الريسبتور ده اعلى، فانا بزود الكونتراكتيليتي، يعني تلاقي الهارت ريت يزيد، ستروك فوليوم، كاردياك اوتبوت. النور ادرينالين متخصص اكتر في البلاد فيسلز، في الفازو كونستريكشن. ارجع لفيديو الاوتونوميك لما اتكلمنا على الادرينرجيك ريسبتورز، قلت لك عندي الفا وبيتا. الفا 1 بيمسك فيها نور ادرينالين اقوى، واتفقنا اي ادرينرجيك ريسبتور في رقم 1 يبقى اكسايتاتوري. يعني انا امسك في الالفا 1 اقوى. طب يعني ايه اكسايتاتوري؟ اعمل ايه على البلاد فيسل اللي عليها الالفا 1؟ اخليه دي، فبعمل فازو كونستريكشن. طب طالب قال لي ايه قصدك من الكلام ده؟ قلت له بمعنى بسيط، اللي بيتحكم في الدايستوليك بريشر هو مين؟ قال لي الفيسلز. طب واللي يتحكم في السيستوليك؟ تقول لي كفاءة الهارت في الكونتراكتيليتي. يبقى انت فهمت قصدي. بص معايا بقى عن نور ادرينالين يعمل ايه في التوتال بيريفرال ريزيستنس. الريزيستنس يتحكم فيها ارتيريول. طب ما ده فيسل، ده المحبس ستوب كوك بتاعنا. الفيسل ده عليه الفا 1 يمسك في نور ادرينالين اقوى فيضيقه فيعلي المقاومة. بص بقى على النور ادرينالين، زود التي بي ار. بص هنا علامة العالي، هنا زود التوتال بريفرال ريزيستنس وزود البلد بريشر. ليه؟ انت بتزود التوتال بريفرال ريزيستنس يبقى لازم ايه علاقته بالضغط؟ تقولي طب استنى، ما هو ضغط الدم بلد بريشر يساوي كاردياك اوتبوت تايمز توتال بريفرال ريزيستنس. من خلال اللي انت عامله يا دكتور الكاردياك اوتبوت هيقل بسبب النور ادرينالين. اقول لك اه، مضروب في التوتال بريفرال ريزيستنس اللي هيزيد اكتر. لما تضرب تو فاليوز في بعض، واحد قل بس واحد زاد اكتر، فالزياده بتاعت التي بي ار هتكون اكتر من نقص الكاردياك اوتبوت، وبالتالي المحصله النهائيه يزداد البلد بريشر. ده نقطه مهمه. فالتي بي ار زاد والبلد بريشر زاد، والدايستوليك بلد بريشر هيزيد، لان الدايستول يعتمد على توتال بيريفيرال ريزيستنس، وده اللي ذكرته في الفيديو الاولاني determinants of blood pressure، من ضمنها التوتال بيريفيرال ريزيستنس. ده مهم قوي، وقلت اذا ده زاد هيزداد الدايستوليك بلاد بريشر. تعال بقى على الادرينالين، ايه علاقته بالتي بي ار؟ سلايت افكتد. حتى تلاحظ كلمه سلايت او لسه، ليه؟ لان دكاتره البايو قالوا لنا الافينيتي اوف الريسبتور يختلف بالنسبه للادرينالين او النور ادرينالين. هو كده كده ادرينالين والنور ادرينالين بيمسكوا في الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2، بس هنا بنتكلم يا ترى المسكه بتكون اقوى في مين؟ طيب البلد بريشر. البلد بريشر كمان يتاثر قليلا في الادرينالين. خلي بالك ليه يتأثر قليلا؟ blood pressure يساوي cardiac output مضروبة في total peripheral resistance. cardiac output زاد، بس مش الزيادة الكبيرة اللي لو اتضرب في total peripheral resistance يؤدي إلى زيادة في البرودكت. ما هو الناتج هو ضغط الدم، هو cardiac output تايمز توتال بريفرال ريزيستنس. ايوه زاد الكارديك اوتبوت، بس ما زادش ماركدلي الزياده الكبيره، زاد سلايتلي، يعني زاد حاجه بسيطه، والتي بي ار قل حاجه بسيطه،
عارف بالظبط زي التأرجح fluctuations، حاجة زادت حاجة بسيطة مضروبة في حاجة قلت حاجة بسيطة، يبقى في النهاية ضغط الدم لن يتأثر قوي. السيستول في الأدرينالين زاد لأنه زاد الهارت ريت والستروك فوليوم والكاردياك أوتبوت. طب تعال بص على الدايستول سلايت ديكريز، لأن الأدرينالين مش تخصص فيسلز أو فازو كونستريكشن، لأن ممكن طالب فاكر اوتونوميك كويس يقول لي لا طب ما الادرينالين بيمسك في الالفا 2 وبيعمل فازو دايلاتيشن، تمام بيتا 2 ويعمل فازو دايلاتيشن، اقول لك هو متخصص بيتا 2. طب ونرجع للكلام اللي انت لسه قايله، طب ما هو البيتا 2 ده انهيبيتوري يعني الفيسل هيوسع، يبقى التوتال بيريفرال ريزيستنس هتقل فالدايستوليك يقل. يعني حتى وانت بتفتكر في الاوتونوميك بتفتكر صح، انا تركيزي كله على الالفا 1، مين بيمسك في الالفا 1 اقوى؟ هو النور ادرينالين فيضيق الفيسل فيزود الريزيستنس فيعلي الدايستوليك. طب تعالى بقى نلقي نظره جميله في الثلاث نقاط دول، السيستوليك زاد في الادرينالين والدايستوليك قل حاجة بسيطة، يبقى البالس بريشر هو الفرق بين سيستوليك ماينس دايستوليك هيزيد. تعال عن نور ادرينالين، زود السيستوليك وزود الدايستوليك. الله، طب انا لو جيت طرحتهم من بعض unchanged يا اما ثابت بص بقى او slight decrease. طب ليه قصده بكلمه slight decrease؟ لاني الدايستوليك بريشر بيعلى نسبيا عن زياده السيستوليك بسبب النور ادرينالين. انا لسه قايل لك النور ادرينالين تخصص الفا 1 اكتر من ان يبقى متخصص في المسكة في البيتا 1، وبما اننا متخصص في الالفا 1 هضيق الفيسل فعلي الريزيستنس فعلي الدايستول. طب ما الدايستول زاد بعد علامة الماينس، طيب والسيستول زاد بس مش زيادة كبيرة قوي. طيب واحنا عارفين طالما اللي زاد بعد علامة الماينس أكتر يبقى ممكن الفرق يقل حاجة بسيطة. طيب المين أرتيريال بريشر، ارجع للمعادلة اللي قلناها الفيديو اللي فات، المين أرتيريال بريشر يساوي دايستول زائد تلت البالس بريشر. الدايستول زاد أكتر في مين؟ تقول لي طبعا في النور أدرينالين. طيب والبالس بريشر يا ثابت يا قل حاجه بسيطه، حاجه زادت قوي، 80 ده زاد قوي، زائد ال 13 مليمتر ميركوري يعني يا ثابته يا قلت حاجه بسيطه، في النهايه المجموع هيزيد. طب تعالى على تاثير الادرينالين، الدايستول قل سلايتلي زائد تلت البالس بريشر اللي زاد، لما اجي اقول لك التمانين قلت حاجه بسيطه مثلا بقت 75 70 قلت حاجه بسيطه، والبالس بريشر اللي زاد عوض نقص الدايستوليك، حاجه عوضت نقص حاجه ومجموعين على بعض، يبقى لن يحدث تغيير او نوت افكت. عشان كده المقارنه بين الادرينالين والنور ادرينالين مفتاحها هو اوتونوميك ريسبتورز اللي احنا قلناه قبل كده. طب نيجي لرابيدلي اكتنج، هو انتي دايوريتيك هرمون ورينين انجيوتنسين سيستم، دول هشرحهم بالتفاصيل في اللونج تيرم ريجوليشن، بس قبل ما نيجي نشرحهم عايز اقول لك نبذه بسيطه.
الانتي دايوريتك ليها معنى. دايوريتك معناها مدر للبول، هنرمي ميه زياده في اليورين. انتي يعني نمنع، يعني ضد نزول الميه الزياده. طالما انت مش هتفقد ميه زياده في اليورين يعني هتحافظ عليه في الدم، يعني اكيد ضغط الدم هيعلى. تقول لي طب ازاي؟ انا حافظت على الاكسترا سيلولار فلويد عن طريق انتي دايوريتيك هرمون. الهرمون ده بيشتغل على الكدني، على الانابيب الاخيره ديستال توبيول وكولكتنج دكت. الكلام ده هنشرحه مع فيديوهات الكدني هنا في القناه. هشتغل على الجزء الاخير، اسحب منه الميه وارجعه للدم. طيب بالتالي الميه لما زادت كبرت الفوليوم اوف اكسترا سيلولار فلويد، يبقى معنى كده هيزيد الفينس ريتيرن، هيزيد الاند دايستوليك فوليوم، ستروك فوليوم، كاردياك اوتبوت، ثم يزداد ضغط الدم. معادلات بسيطه متتاليه زي ما احنا متفقين. الانتي دايوريتيك ده بيتصنع هايبوثالاموس ويتخزن في البوستيريور بيتيوتري، الغده النخاميه الخلفيه. الكلام ده في غايه الاهميه. الانتي دايوريتيك بيبقى ليه تو ريسبتورز يمسك فيهم. ريسبتور اسمه في 1 او في 2. طب دكتور ايه علاقه حرف الفي باسم الهرمون؟ ما هو الانتي دايوريتيك هرمون له اسم اخر، فازو بريسين. عايزك تتامل معنى الكلمه. فازو يعني فيسل، وبريسين يعني بريشر، يعني الهرمون ده بيعلي الضغط، يضيق الفيسل فيعلي الضغط. يعني هو ممكن يعلي الضغط مباشره او عن طريق الووتر ريابزوربشن زي ما انا شرحت. طب ليه عنده اتنين ريسبتور؟ الريسبتور الاولاني في 1 موجود على الوول اوف بلاد فيسلز. فطالب يقول لي انا كده ابتديت افهم حاجه، ده البلاد فيسل عليها الفا 1 وفي 1، واقول لك حاجه كمان، وعليها في السموث ماسل لايننج البطانه من جوه بيتا 2. ده البلاد فيسل عليها تشكيله من الريسبتورز، فعشان كده يعمل فازو كونستريكشن. والفي 2 ريسبتورز موجود في الكولكتنج دكت، القنوات اللي بتجمع اللي في الكدني، وبالتالي في الحالتين هيزود ضغط الدم. خلي بالك ان الرينين انجيوتنسن اللي هنشرحه ممكن يشتغل شورت تيرم 20 دقيقة او لونج تيرم سنين. طيب نيجي بقى للعنوان التاني في الخريطة بتاعتنا، هو الانترميديت ريجوليشن اوف بلاد بريشر. انترميديت معناها متوسط المدى، مدة تنظيمه للضغط لهو ثواني زي البارو ريسبتور 7 ثواني، ولا هو يشتغل شهور وسنين زي الكدني. يقول لك انا ساعات، دوري ساعات في تنظيم الضغط، اذا فشلت يلا لونج تيرم ريجوليشن. طب نبتدي البدايه بتاعتنا. نفترض ضغط الدم زاد دلوقتي، زاد في الارتري. شيء طبيعي اذا زاد في الارتري هيزيد في الارتريول، فهيزيد في الكابيلاري بعد كده. شيء طبيعي، انا بقول بعد كده. الكابيلاري هو الفيسل الوحيد في جسمنا اللي ليها فتحات بورز تقدر تتخلص من الضغط العالي جواها. الكابيلاريز عامله بالظبط زي الحله البخاريه، حله البخار، حله البريستو اللي موجوده في مطابخنا، حله كده فيها ضغط، يعني فيها بخار ميه او كده مضغوطه ومقفوله من فوق، وليها زي صفاره او فتحه.
تسرب الضغط العالي لبره. ده فكرة الحلة البخارية، وعشان كده الفكرة ان انا ما يزيدش الضغط جوايا فيحصل انفجار. الكابيلاريز عاملة زي الحلة دي بالظبط، الضغط عالي على الوول، والكابيلاريز عندها سن وول دي رقيقة جدا، فتفتح البورز. تخيل صابع دي البورز تفتح، فيحصل فلتريشن، هيخرج البلازما من الكابيلاريز الى التيشوز. يبقى عشان كده اذا زاد الضغط هنعمل فلتريشن، هنسرب الضغط العالي اللي جوايا البر، تمام؟ ولهذا السبب سميناها كابيلاري فلويد شيفت، يعني نقل البلازما من الكابيلاري الى التيشوز. بس في نقطة مهمة، الكابيلاريز تختلف عن الحلة البخارية. الحلة البخارية دي بتخرج الضغط العالي من الحلة البر، بتسرب لبرة بس. اما الكابيلاري شغالة على الناحيتين، اعمل فلتريشن او العكس، او اعمل اعادة امتصاص. بمعنى نفترض ضغط الدم قل في السيركوليشن، ده معناه انت فقدت مية زيادة، يبقى من مصلحتك تسحب المية من التيشو وترجعها للكابيلاري. ده اسمه ري ابزوربشن. الابزورب هو الامتصاص، ودايما تلاحظ ابزوربشن تطلق فقط على الجي اي تي، على الجهاز الهضمي. اي حاجة تانية ري اعادة امتصاص. طيب انا الاحظ كده ان الكابيلاري فلويد شيفت كانها ملك وكتابة شغالة على الناحيتين، لو الضغط زاد او الضغط قل. طب نبص على الارتري، اذا زاد ضغط لازم الوول اوف بلاد فيسلز يبعدوا عن بعض، يعني الضغط زاد اهو، فبص ادي ايديا يبعدوا، سموث ماسل لايننج ذا وول هنا وهنا يبعدوا عن بعض، يحصل فازو دايلاتيشن. طيب هما بيبعدوا عن بعض، مين اللي اداهم الاوامر دي؟ خاصية ذاتية في الوول اوف بلاد فيسل بسميها مايوجينيك. مايو معناها مصل، نسبة للسموث مصل لايننج ذا وول، وكلمة جينيك يعني متولدة، خاصية متولدة اساسا في جدار الفيسل، هو الجينيريتور بتاع نفسه، محدش بيحركه، ده مهم. فسمينا الحكاية دي ستريس ريلاكسيشن. دايما في الطب اول كلمة معناها ستيمولس، والكلمة التانية رد الفعل. ستريس يعني ايه؟ زيادة البريشر على الوول، ريلاكسيشن هو الريسبونس، لازم الفيسل يوسع، لانه لو ما وسعش والضغط بيزيد على الوول بتاعه هيحصل رابشر للفيسل. والعكس صحيح، اذا قل ضغط الدم يعني الفيسل اساسا واسع، لازم السموث ماسل اللي في الوول يقربوا من بعض، برضو خاصية ذاتية. ربنا بعظمته عمل لك الحاجة وعكسها، وكل ميزة بتستفيد منها في وقتها، فيحصل فازو كونستريكشن، برضو مايوجينيك. وهنا حسمي الميكانيزم ريفيرس استرس ريلاكسيشن. كلمة ريفيرس استرس معناها ان بدل ما الضغط يزيد، لا الضغط كان قليل كستيمولس. ريفيرس استرس خدها على بعض، هو ده الفعل اللي انا اتعرضت اليه، ضغط قليل. طيب ما تقولش بقى ريلاكسيشن، لا ده احنا هنعكس ككل، ريفيرس استرس ريلاكسيشن، او اقول لك ريفيرس ريلاكسيشن يعني فازو كونستريكشن، وهو ده الفكرة. عشان كده رسمت لك في النهاية رسمة، ده الكابيلاري بيعمل زيادة فلتريشن،
لو الضغط زاد، والعكس يعمل زيادة reabsorption سهم الفوق إعادة امتصاص لو الضغط قل. نيجي بقى للجزئية الأخيرة long term regulation. حطيت لك بين قوسين رينال أو الكيدني. الكيدني عندها القدرة إنها تنظم الضغط على مدار قلنا شهور وسنين. الكيدني برضو شغالة على الوشين زي الكابيلاري وزي الأرتري. ربنا مسلحنا بكل الأسلحة إزاي تتصرف في مواقف مختلفة. الكيدني إذا زاد ضغط الدم اللي رايح لها، هتقول لي معنى كده لازم تزود الفلتريشن، وده مهم قوي. تخيل ضغط الدم في السيركيليشن عالي، احنا مش من مصلحتنا يا كيدني ترجع لنا مرة تانية مية وملح، مش من مصلحتنا تزودي اكسترا سيلولار فلويد فوليوم مرة اخرى فيزيد الضغط كمان وكمان. لا، مصلحتنا ان انتي تعملي فلتريشن واكسكريشن، تتخلصي من المية والملح الزياد، اهو يزيد الصوديوم والووتر لوس ان اليورين، وده مهم جدا. خلي بالك ان ربنا عامل هرمون متخصص انه يفقد الملح في اليورين، اسم الهرمون اهو ANP. ايه ده اول حرف من كلمة اتريال؟ يبقى انا عرفت ان هو طالع من الاتريوم. والان ناتريوريتك، كلمة ناتر هي ناتريوم او الصوديوم، ويوريتك يورين. هرمون ده بيرمي الصوديوم الزيادة في اليورين وتركيبته بيبتايد. طب انا لما ارمي الصوديوم الزيادة في اليورين، كلنا عارفين ان الصوديوم هيشد وراه مية باي اوزموزس، يبقى انا فقط ملح اولا اللي شد وراه مية فقل الاكسترا سيليولار فلويد فوليوم. ولهذا السبب بص بقى على السهم ونيجي نعمل زوم، اذا قل دول هيقل البلد فوليوم، فيقل الفينس ريتيرن عيد تاني، فيقل اند دايستوليك فوليوم، يقل ستروك فوليوم، يقل كاردياك اوت بوت، يقل بلاد بريشر زي ما اتفقنا دايما. يبقى دي البداية بالنسبة لدور الكيدني اذا زاد الضغط. طب تعالى بقى نتكلم، طب لو الضغط قل تتوقع يحصل ايه؟ لو الضغط قل الكيدني واقعة في مشكلة زيها زي بقية الأورجنز، بس الكيدني قالت أنا عايز أهتم بنفسي أساسا. أنا فايدة الضغط العالي في الجسم بصفة عامة إنه هيزود الفلو اللي هيوصلي. طب قلنا لها طب لما يوصلك فلو كتير، قالت هقدر أعمل فلتريش. أنا دوري أصفي البلازما من أي مواد سامة. تفتكروا هشتغل كده؟ مينفعش، انا عايزه بلاد فلو زي الفي ام سي. قال هو انا بعمل سمباثاتيك تون كده؟ طب ما هو انا عاوز برضو بلاد فلو. فبصوا، قل الضغط حصل رينال اسكيميا، الكيدني اتحرمت من الدم. قلنا لها طب هتتصرفي ازاي؟ قالت انا ما قداميش غير ان انا افرز انزيم اسمه رينين. رن ار اي ان اول ثلاث حروف من كلمة رينال اللي هو الكيدني، واي ان يعني بروتين. وتعالوا نقف سنة في الحتة دي. دايما الانزيم في البايو قالولنا بيشتغل على سب ستريت، على مادة خام، يحولها من ان اكتف غير نشطة لمادة اكتف، وده اللي عمله الرنين. اشتغل على السبستريت اللي طالع من الليفر اسمه انجيو تنسينوجين. خلي بالك كلمة جن في الاخر معناها نوت اكتف،
عايزين نولد او نصنع منه مادة نشطة فيتحول الى انجيوتنسن. شوف شلت كلمة جن اهي شلتها انجيوتنسن 1. قلنا طب ما خلاص ال1 ده النهاية. قال لا، انجيوتنسن 1 هيلف في الدم ويروح لللنج وبالاخص الاندوثيليوم اوف بالمونري كابيلاريز. طب انت هتروح له ليه؟ هقول له لو سمحت انا عايزك تصنع انزيم اسمه انجيوتنسن A converting C enzyme E. انجيوتنسن converting enzyme. طب ما هو converting معناها محول، قال ما هو ده اللي انا عاوزه، عايز احول الانجيوتنسن 1 الى انجيوتنسن 2. والتو ده بقى ليه اكشنز كتيره. الانجيوتنسن 2 هيشغل مركز العطش علشان تشرب ميه. وهنا بقى طالب يقول لي طب ليه؟ هقول لك هو ضغط الدم بيقل مش مع النزيف؟ تقول لي طبعا مع الهيموريدج. دايما اللي بينزف عاوز يشرب ميه، عاوز يعوض اللي هو فقده. ده رد فعل كلنا عارفين، فلازم اشغل الستريست سنتر. كلمه انجيوتنسن ليها معنى. انجيو كلمه لاتينيه معناها فيسل وعاء دموي، تنسن يعني تنشن يعني اضيق الفيسل. طب عشان كده الانجيوتنسن اول حاجه كتبتها لك فازو كونستريكشن. دي لازم تقولها في البدايه لاني من الاسم انا قدرت اغششك الفانكشن. طب وانا لما ضيق الفيسل زاد التوتال بيريفيرال ريزيستنس وبالاخص زاد الدايستوليك بلاد بريشر. كلام ده في غايه الاهميه وشغل مركز العطش. في حاجه تانية، انا مع الهيموريدج من مصلحتي احافظ على الميه ولا افقدها في اليورين؟ تقول لي تحافظ عليها، يعني لازم الكيدني تفرز يعني هرمون يشتغل اسمه انتي دايوريتيك هرمون. طبعا اتفقنا ده بيتصنع في الهايبوثالاموس ويتخزن في البوستيريور بيتيوتري فيشتغل الاي دي اتش. اي دي اتش تخصص ميه بس. انا ليه بركز على ميه بس؟ لاني دايما الطلبه متعوده ملح يشد وراه ميه بالاوزموزس. انتي دايوريتيك ووتر ري ابزوربشن من الليت ديستال توبيول وكولكتنج داكت اوف ذا كيد. طيب هو ينفع اكسترا سيلولار فلويد فوليوم بميه بس؟ تقول لي ما انا كمان لازم احافظ على الصوديوم. ففي هرمون طالع من الادرينال كورتكس. الادرينال جلاند نوعين جزئين، مظله وكورتكس. الادرينال كورتكس القشره فيها ثلاثة زونز او ثلاث اماكن، واحده فيهم بتفرز الالدوستيرون. خلي بالك الدوستيرون له معنى. كلمه ستيرو يعني ستيرويد، واون هرمون. الهرمون دي انواع، والدر الملح. انا اللي بحافظ على الملح. الهرمون ده يشتغل على اخر انبوبه في الكلى ديستال توبيول ويعمل صوديوم رياب زوربشن، يلحق الصوديوم ويرجعه للدم، يعمل له اعاده امتصاص. واذا رجع الصوديوم للدم يسحب ميه من السيلز بالاوزموزس. دايما الصوديوم والميه خلي بالك دايما مع بعض، بس المره دي التو هرمونز كل واحد تخصص في شيء. واحد اعاد امتصاص الميه ADH، والتاني اعاد امتصاص الصوديوم. يبقى احنا دي تالت اكشن للانجيوتنسن 2. طب ما في اكشن رابعه تقدر تستنتجها من الكلام اللي انا قلته. اتريال ناتريوريتك بيبتايد ANP اللي بيرمي الصوديوم الزياده في اليورين، هل من مصلحتنا
نشغله وقت الهيموريدج وضغطي قليل؟ تقولي ما ينفعش، فلازم نوقف الاي ان بي. عايزك تتامل عظمه ربنا هنا. لما نعوز اكشن معين لازم نشجع كل اللي بيشتغل زينا ونوقف اللي بيشتغل ضدنا، وده التدقيق التام. العظمة في الكون اللي ربنا بيعمل، مش بس ان انا اشغل الهرمونز اللي تعلي الضغط، وكمان اوقف الهرمون اللي يقلل الضغط. في هرمون اسمه انجيوتنسين 3، بس طبعا ده بالنسبة للطلبة البوست جراديويت اكتر. اخر جزئية النهاردة هو مقارنة الريجوليشن اوف بلاد بريشر. بعد ما استعرضنا تماما الريجوليشن الفيديو اللي فات والنهاردة، سواء شورت تيرم انترميديت لونج تيرم، جدول المقارنة الاخير. شورت تيرم اسرع من اللونج تيرم، وده شيء منطقي. شورت باخد وقت قصير، ثواني دقايق حتى بالكتير، لونج تيرم شهور وسنين. وعايز اقول معلومة بقى في الحتة دي، طبعا هو اللونج تيرم دي دخلنا معاه الانترميديت واللونج تيرم ساعات ايام شهور وهكذا، ولكن عايزك تخلي بالك من حاجة. طالما انت بطيء يبقى انت افكتيفنس اعلى، بوتنسي اقوى. دايما البطء يولد الكفاءة. المثل الانجليزي المشهور slowly but surely، بشتغل ببطء بس بكفاءة اعلى، دي مهمة جدا. طيب التحكم في البلاد بريشر، الشورت مومنت تو مومنت، يعني مومنت تو مومنت، انا ينظم الضغط لحظيا دلوقتي، يا اما يحصل بارو ريسبتور ريسيتنج. فاكر بارو ريسبتور استسلمت بعد اول 7 ثواني فشلت تنظم الضغط، وقالت الضغط اللي هيعلى هو الطبيعي بالنسبة لي بعد كده. اما اللونج تيرم دايز ويكس مانس، الشورت تيرم ريجوليت الكاباسيتي اوف فيسل، ان الفيسل ده اتساعه قد ايه، يعني دي يقل، وده شغل الفي ام سي اللي كنا بنقوله، يعمل فازو كونستريكشن. طيب اما اللونج تيرم بيتحكم في الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، كلام اللي انا لسه قايله، دور الاي دي اتش، دور الالدوستيرون، ازاي نوقف الاتريال ناتريوريتك بيبتايد. الشورت تيرم مينلي نيرفس. هتقولي طب والهرمون اللي قلناه كاتيكولامين وجدول المقارنه بين ادرينالين ونور ادرينالين، اي دي اتش رينين انجيوتنسين سيستم، لا ده اقل اهميه. اللونج تيرم رينال و هرمونال، اي دي اتش الدوستيرون. الكفاءه اعلى لونج تيرم، اقل شورت تيرم، لانه بيحصل ادابتيشن. كلمه ادابتيشن كديفينيشن هو decrease discharge of action potential. action potential اللي ماشي في البفر نيرفز هيقل عن الاول، حصل تكيف او تعود. potency او قوه متوسطه moderate short term و extreme في long term. في نهايه هذا الفيديو بفكرك بالنقاط الرئيسيه اللي قلناها. Peripheral chemoreceptor reflex 6 نقاط، CNS ischemic reflex أو response وكوشنج reflex كلمنا عليه بالتفاصيل، كلمنا على المقارنة بين الأدرينالين والنور أدرينالين و ADH ورينين أنجوتنسين سيستم، intermediate regulation capillaries شغالة هي والأرتريز على الوشين، لو الضغط زاد او قل هيعرفوا يتصرفوا، اذا فشلوا اللونج تيرم ريجوليشن او دور الكيدني، والكيدني قالت اذا زاد الضغط هعمل بريشر دايوريسز، هزود الاكسكريشن بتاعي
ارمي الميه الزياده في اليورين، واذا قل الضغط الرينين انجوتنسن سيستم بالتحويله بتاعته حول الانجوتنسنوجين بتاع الليفر لانجوتنسن 1، وال1 تحول لانجوتنسن 2 بالانجوتنسن كونفرتنج انزيم، وال2 اشتغل اربع حاجات: ضيق الفيسل من اسمه، شغل مركز العطش وده مهم جدا، وشغل الالدوستيرون والاي دي اتش، ووقف الهرمون اللي بيعكس شغلهم، وقف الاي ان بي. وختمنا كلامنا بجدول مقارنه بين شورت ولونج تيرم ريجوليشن من حيث الاكت، تحكم في الضغط، تنظيم الضغط، شغله الاساسي مبني على ايه، الكفاءه والفاعليه. كان معاكم دكتور محمد فايز.